مساء الخير، ازيكم؟ النهاردة هنعمل وصفة جميلة جدا. هننضف الطاسة دي مع بعض. زي ما انت شايفة الطاسة دي انا شويت فيها فراخ واتحرقت معايا زي ما انت شايفة كده. طبعا الحاجات دي بتبقى صعب تنظيفها، فانا هنضفها بخلطة سحرية مع بعض بدون دعك بدون مجهود. هتكوني منظفة الطاسات اللي بتتحرق فيها الاكل او الحلل اللي بتشيط معاكي، ومش هتسيب اي اثر من الشياط ولا الحروق اللي فيها، كلها هتنضف بمكونات موجودة في البيت. هنعمل الخلطة السحرية بكل سهولة. هننضف الطوة بتاعتنا بكيس صلصة زي ما انت شايفة كده بدون دعك بدون مجهود، او صلصة موجودة عندك في البيت انت مجهزاه، اي صلصة طماطم معاكي او صلصة من العلب هتنفع معاكي خالص. زي ما انت شايفه كده انا معايا هنا في البوله معلقتين من الصلصه. هناخد معلقه بيكنج باودر على الخلطه بتاعتنا وهنقلبها كده كويس الشكل ده. زي ما انت شايفه الصلصه تحسي كده الصلصه بتاعتنا فارت كده وبقيت لونها ابيض زي ما انت شايفه، شايفه الفوران اللي حصل في الصلصه معايا. هنزل هنا بالخلطه بتاعتي دي الطوه بتاعتنا بالشكل ده، وهنزل كمان بميه سخنه مغليه. معلش الفيديو اتقطع. هنزل هنا بالميه المغليه زي ما انت شايفه كده. الميه السخنه هتشيل الحروق اللي في الحله. زي ما انت شايفه الميه اتغير لونها زي ما انت شايفه كده. انا هسيب الطاسه بتاعتي شوية كده وهرجع لك ننظفها مع بعض. نشوف قد ايه الخلطة بتاعتي هتشيل الحروق. زي ما انت شايفة المية اللي انا ضفتها على الخلطة بقيت معايا سودة لونها اسود، يعني ممكن لو عملنا كده نلاقيها خرج منها كل الحروق اللي كانت في الطوة بتاعتنا. شايفة بدون دعك بدون مجهود ومش هتاخد اي وقت معاك، والحروق بدأت تخرج منها بكل سهولة. انا هسيب المية دي لمدة ربع ساعة علشان الحروق اللي في الطوة بتاعتي تبوش كده وتخرج معايا بكل سهولة وما تتعبنيش في الغسيل. هنسيبها وهنرجع مع بعض نشوف ازاي هتنضف معانا بالخلطة اللي احنا عملناها. وزي ما انت شايفة هنا بعد مرور ربع ساعة شايفة الحروق كلها خرجت من الطوة بتاعتي. هكب المية دي وهرجع لك نغسلها مع بعض وهنشوفها قد ايه هي نطفت من غير تعب ولا مجهود ولا اي حاجة. يا دوب حطينا الخلطة اللي احنا حطيناها وضفنا عليها مية سخنة وباشت كل الحروق اللي كانت في الطوة. هنكب المية دي وهنرجع لك. وزي ما انت شايفة كده الخلطة بتاعتي الجميلة جدا جدا شايفة اتشالت بدون تعب ولا مجهود. كانت ايه متشالة كل الحروق معاه. هنجيب كيس من الصلصة كده كيس صغير، هنزل عليه برشة من البيكنج باودر حوالي نص معلقة صغيرة. وزي ما انت شايفة بعد ما ضفنا كيس الصلصة ومعلقة البيكنج باودر هنزل كده عليها بسائل مواعين، اي سائل مواعين عندك. هجيب قطعة سلك كده ونغسل وهشطف الطوة بتاعتي وارجع لك. وزي ما انت شايفة بعد ما شطفت الطوة بتاعتي هبتدي انزل فيها بشوية سائل مواعين وهبتدي اغسل الطوة بتاعتي كده كويس. وزي ما انت شايفة كده واضح معايا الطوة بتاعتي نطفت، فانا هشطفها وهرجع لك. وزي ما انت شايفة كده رجعت معايا الطوة بتاعتي بتلمع جديدة زي ما انت شايفة كده نطفت معايا كويس خالص، رجعت زي الاول والحروق كلها اتشالت منها بدون تعب بدون مجهود. كنا شلنا الحروق من الطوة بتاعتنا. ويا رب كده يكون الفيديو نال اعجابكم، واذا عجبكم الفيديو شير ولايك للفيديو وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد
من فيديوهاتي على اليوتيوب وعلى صفحتي على الفيسبوك. ومع السلامة.